حالة فيشيال بولسي أو العصب السابع. إحنا الحالة دي كانت جايلنا مفيش حركة خالص، وكان في طبعا يعني مثلا نرفع حاجبنا دلوقتي، قرب الفيديو كده، ارفع حاجبك، بدأ يبقى في كونتراكشن هنا زي ما احنا شايفين. هني ما كانتش بتقفل، نغمض عينينا، نغمض عينينا، هني بدأت تقفل معانا. عايزين نرفع مناخيرنا، اهو شايفين الكونتراكشن هنا واضح قوي. ماشي، وريني سنانك كده، تمام، احسن شوية طبعا برضو من الوضع الاولاني. احنا بنعمل معاه جلسة، برضو جلسة تعتبر جلسة مكثفة، بنستخدم فيها اجهزة تنبيه كهربائي وتمارين واجهزة، بنعمل بيها حاجة اسمها تريجر بوينت، بنستخدم جهاز لكل العضلات الصغيرة، كل عضلة عضلة، وعلاج ضوئي عشان يساعد على التئام العصب. وبنعمل حاجة اسمها الأيونتوفوريزيس أو الحقن القولوني، نحط مادة مضادة للالتهاب على العصب عشان نسرع التئام العصب، بدل ما العيان ياخد في الحالة دي شهر مثلا ياخد أسبوعين، بدل ما ياخد شهرين بياخد شهر. زي ما احنا شايفين كده، احنا دخلنا الدواء ده عند مكان الفيشيال نيرف،